بكم مشاهدينا، اكيد لسه متواصل من خلال حلقتنا في عدد من المواضيع، واهم كمان اللي بيشغل بال كل زول طالع من بيته ماشي لمكان شغله هو الزحمة المرورية والزحمة اللي بتكون موجودة في الكباري، خصوصا اذا كان الزول بيشتغل مثلا في الخرطوم وساكن في بحري او في ام درمان او العكس. عشان نتكلم عن الموضوع ده معنا عبر الهاتف العميد احمد المصطفى. صباح الخير عليك. الو، كيف احوالك؟ ان شاء الله تمام. صباح الخير. الله يديك العافيه. تحيه لك. نعم، بدءاً نحن عايزين نتكلم عن الزحمة المرورية اللي بتكون موجودة في الكباري بمختلف الأماكن التي تؤدي لها، بمعنى أنه في ناس كثيرة بتكون قاعدة ساكنة في أم درمان في بحري بتكون شغالة في الخرطوم، أو العكس ناس قاعدة في الخرطوم وشغالة في أم درمان أو في بحري، فعايزين نعرف الزحمة كيف الصباح ده. ان شاء الله دي بشارة خير ان شاء الله رب العالمين. الناس كثير بتعاني في انها تصل لاماكن عملها، ولكن الاهم من كده ساعة العميد هي السلامة المرورية واحترامنا للقوانين المرورية عشان نحفظ سلامتنا وسلامة ارواح كثيرة ممكن تكون موجودة داخل السيارة. خلينا بس ندي الناس اللي بيتابعونا او اللي بيستمعوا لنا حبة نصايح كده ياخدوها معاهم هما ماشيين في الشارع ويحطوها في بالهم. نعم، حقيقة نفهم من خلال الروضة اللي حوالي التنظيرية لحظة منذ مدى التوصل على المشاهد داخل مساحة كبيرة جدا من الإصابات والتسبيب والوقاحتها بكثير من الطرق، وهذه يعني هناك مشكلة بالنسبة لعاملية الطريق وهناك مشكلة بالنسبة للمسجلات، ونسبة جدا من سلامية الترتيبات ضرورة يعني الالتزام الكامل بالسرعات المحددة ومراعاة الآخرين مستخدمين الطريق، وبالذات من المتاح في مناطق فيها الأسوار والمرجعات فيها حركة أحداث جديدة جدا تستخدم على السائق ضرورة السير بالسرعات المعمولة والسرعات الطبيعية وذريعة التوقف والتندم بوجود شخص على الطريق يكون عالي جدا عنده باعتبار انه يكون في تحسن دائم، حتى انه اذا كان جاء ولي شخص لصورة محاجة وعمل أعماله يعني تفادى هذا الشخص ما يسبب حادث مروري يؤدي لحياه هذا الشخص او يسبب له الهدف.
عايز بس من خلال مناقشة الجامعة بكل الأحرفة بعض التعديلات والتطبيقات اللي تعمل العام تجيب بصورة يعني جيدة أو بصورة يجيب تعرض الطريق وتنزل ركاب وتشيل ركاب وتسجلها. مشاكل الخدمات المرورية بتزيد من الإشكالية بتاعت الخدمات المرورية الأكثر هي الموجودة اللي محتاج تعاون كل ساعتين بمختلف الأشكال سواء نعم كانت العام أو كانت خاصة. نعم يلا نتعاون مع رجال المرور والكتاب والوظائف الأمنية إن شاء الله إن شاء الله. لأن ممكن الحاجة إلى سلام المرور الحاجة للسياح نعم، شكرا جزيلا سعادة العميد أحمد المصطفى على هذه المداخلة الهاتفية حديثا عن الحركة المرورية لهذا الصباح. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا جزيلا.